الحمد لله العظيم الكريم العزيز الحكيم البر الرحيم، حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء ذي الخلق العظيم النبي الأغر التقي الأبر نبينا محمد عليه أفضل صلاة وأزكى تسليم، وعلى آله البررة وصحبه الخيرة وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فإن لله تعالى الحكمة البالغة في خلقه وتدبيره وحكمه وأمره كله، يحكم لا معقب لحكمه سبحانه جل في علاه، وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون. فالله سبحانه وتعالى يختار ما يشاء من الأمكنة والأزمنة، ويصطفي من يشاء من البشر والملائكة، وذلك لحكم بالغة ومقاصد جليلة. وإن مما اختاره الحكيم الحكم من الأمكنة هذا البلد الحرام، فجعله أشرف البقاع، فجعله أشرف البقاع في الأرض، وجعل عرصاته منسكا لعباده المؤمنين، وخصه بخصائص جليلة وفضائل عظيمة. وإن من تلك الخصائص العظمى أنه جعله بلدا آمنا، فقال الله سبحانه فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا، وقال تعالى وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، وقال جل ذكره وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، وقال عز من قائل وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات، وقال سبحانه أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون، وقال عز وجل أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون، وقال جل من قائل والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. فالله العزيز الرحيم الحكيم جعل مكة حرما مباركا، وجعله مثابة للناس وأمنا. قال الإمام الشافعي رحمه الله لما ذكر الله تعالى أن فيه آيات بينات، جعل من جملتها أن من دخله كان آمنا، وأن ذلك كان من الآيات في أن الله تعالى جعل لذلك الموضع هيبة ووقارا وعظمة في النفوس. انتهى كلامه رحمه الله. وقول الله سبحانه ومن دخله، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أي دخل الحرم كله،
وفي تفسير الرازي رحمه الله: لما كانت الآيات المذكورة عقب قوله إن أول بيت وضع للناس، لما كانت موجودة في الحرم ثم قال: ومن دخله كان آمنا، وجب أن يكون مراده جميع الحرم. انتهى كلامه. وقوله تعالى: دخله الحرم أمان لداخله، وهو أيضا أمان لساكنه من باب أولى. وقد اختلف أهل التفسير في معنى الأمان في قول الباري سبحانه: ومن دخله كان آمنا، وأضعف الأقوال قول من قال من السلف: إن من دخل مكة أمن من عذاب النار. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ومن ظن أن من دخل الحرم كان آمنا من عذاب الآخرة مع ترك الفرائض وارتكاب المحارم فقد خالف إجماع المسلمين. وقد دخل البيت من الكفار والمنافقين والفاسقين من هو من أهل النار بإجماع المسلمين. انتهى كلامه رحمه الله. وأما المعاني القريبة المقبولة فمنها: أولا، أن يكون خبرا لا أمرا، فمن ذلك أمن البيت في الجاهلية، حتى كان الواحد من العرب يلقى قاتل أبيه في الحرم فلا يهيجه، ومنه الأمن من تعرضه للهدم والغرق والخسف ونحوها، ومنه أمن أهله في الإسلام من فتنة الدجال. ثانيا، أن يكون أمرا جاء بصورة الخبر، والمعنى: من دخل الحرم فأمنوه. هذا ويمكن أن يتأول قول من قال من السلف بأن المراد أمن داخله من عذاب النار بما ذكره فخر الدين الرازي رحمه الله، وهو أن من دخله للنسك تقربا إلى الله تعالى كان آمنا من النار يوم القيامة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ولقوله عليه الصلاة والسلام: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. واعلم أخي الكريم أن لهذا البلد المعظم وحرمه المحرم خصائص عظيمة وفضائل جليلة، منها أن في مكة بيت الله العتيق، أول بيت وضعه الله تعالى للناس، كما قال سبحانه: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. وفي الصحيحين من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أول مسجد وضع في الأرض، قال: المسجد الحرام. قلت: ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. قلت: كم بينهما؟ قال: 40 عاما. ومنها أن الله جعلها حرما آمنا لا يحل فيه سفك دم، ولا تقطع فيه شجرة، ولا ينفر فيه صيد، ولا يختلى خله. ففي الصحيحين من حديث أبي شريح العدوي خويلد بن عمرو رضي الله عنه
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرة، فإن أحد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقولوا: إن الله قد أذن لرسوله ولم يأذن لكم، وإنما أذن لي فيها ساعة من نهار ثم عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس. ومنها أن مكة خير بلاد الأرض قاطبة، وأحب البقاع إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. أخرجه الترمذي وغيره بإسناد صحيح. ومنها أن أجور الأعمال فيها تتضاعف في المسجد الحرام. فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من 100,000 صلاة. أخرجه أحمد رحمه الله، وأصله في الصحيحين. ومنها أن مكة تقسم كل جبار عنيد، ولهذا كان من أسمائها بكة، لأنها تبك كبر الجبابرة وتقسم أعناقهم. وقصة أصحاب الفيل خير شاهد على ذلك. ومنها أن الله تعالى سماها أم القرى، فقال سبحانه: لتنذر أم القرى ومن حولها. فالقرى جميعها تبع لها وفرع عنها. ومنها أنها قبلة أهل الأرض كلهم جميعا، فليس على وجه الأرض قبلة غيرها، كما قال الله عز وجل: ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. ومنها أنه يحرم استقبال قبلتها واستدبارها حال قضاء الحاجة، كما قال عليه الصلاة والسلام: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول ولا غائط، ولكن شرقوا أو غربوا. متفق عليه. ومنها أن الله اختارها لمناسك الحج والعمرة، فلا يكون حج ولا عمرة إلا في عرصاتها ومشاعرها. ومنها أنها مهبط الوحي ومهد الرسالة. ومنها أن الله جعلها مسرى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. ومنها أن كعبتها مثابة للناس، كما قال عز وجل: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، أي أن الناس يأتونه ثم يرجعون إلى أهليهم ثم يعودون إليه. ومنها عزوف النفس عن الدنيا
عند رؤيته، وأخيرا قال أبو بكر بن العربي رحمه الله: الحرم مبارك من كل وجه من وجوه الدنيا والآخرة، وذلك بجميعه موجود فيه. انتهى كلامه رحمه الله. وبعد، فيا أخي الكريم، قد عرفت مكانة مكة المشرفة، هذا البلد الأمين الذي أقسم الله به ورفع منزلته وفضله على سائر البقاع وجعله منطقة أمن وأمان، حتى إن النفوس القويمة لتعزف عن الدنيا عند رؤيته، وتقشعر الأبدان فرحا بالوصول إليه، وتذرف الدموع عند معانقة كعبته، فكيف ترضى بعد ذلك وقد أكرمك الله بدخول مكة أو سكناها؟ كيف ترضى أن تعصي الله فيها؟ كيف تعصي الله في حرم الله وقد توعد الله بالعقوبة على مجرد إرادة السيئة فيه؟ كما قال سبحانه: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. هذا الوعيد للمريد، فكيف بالعاصي العنيد المصر على فعل الذنوب واقتراف المحرمات في بلد الله الأمين؟ حتى قال عبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: كنا نعد لا والله وبلا والله من الإلحاد في الحرم. وروي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: لأن أخطئ 70 خطيئة، يعني في غير مكة، أحب إلي من أن أخطئ خطيئة واحدة بمكة. وروي أن ابن عباس رضي الله عنهما، وقد كان يسكن مكة، قد خرج منها إلى الطائف لما جرى بينه وبين ابن الزبير رضي الله عنهم أجمعين من فتنة، فقال ابن عباس: لم تبق لي إلا حسنات أخشى أن تذهبها حرمة هذه البنية، يعني الكعبة. وكان لعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما فسطاطان، أحدهما في الحل والآخر في الحرم، فإذا أراد أن يعاتب أهله عاتبهم في الحل، وإذا أراد أن يصلي صلى في الحرم. وهذا يدل على تعظيم السلف الصالح لشأن هذا البلد الأمين، والتحذير لمن يرتكب المنكرات والكبائر الموبقات في مكة المكرمة، زادها الله برا ومهابة وأمنا، وأقر أعيننا بصلاح أهلها وزائريها وجميع أبناء المسلمين وبناتهم، وأدام الله علينا وعلى المؤمنين نعمة الأمن والأمان. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.